أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أفضل تطبيق في الشهر، والذي سنتحدث فيه عن أفضل ثلاث ألعاب أكشن ومغامرات في شهر يناير 2014. اللعبة الأولى هي الجزء الثاني من اللعبة الشهيرة Dead Trigger 2 من شركة Mad Fingers. الجزء الأول من Dead Trigger حقق نجاحا كبيرا على مستوى التحميل، حيث وصل لأكثر من 23 مليون تحميل على الأجهزة المختلفة، ويبدو أن الجزء الثاني سيحقق نفس النجاح. كل ما عليك فعله هو حمل أسلحتك واقتل جميع الزومبيز في المراحل المختلفة. الجديد في الجزء الثاني أنه تم إضافة مراحل جديدة وأسلحة جديدة، وأيضا يمكنك استخدام يديك لقتل الزومبيز الموجودة. الجرافيكس في اللعبة رائع جدا، واقعي أيضا، والتحكم في اللعبة سهل للغاية. وما هو جدير بالذكر أنك تستطيع جعل هاتفك يدعم أعلى جودة للجرافيكس لتتمتع بتجربة رائعة في اللعب. يمكنك إنفاق مال حقيقي لشراء الأسلحة والأدوية في اللعبة. Dead Trigger 2 من أفضل ألعاب الفيرست بيرسون شوتر المتوفرة على الجوجل بلاي والأبل ستور. نترككم مع بعض هذه اللقطات من اللعبة. اللعبة الثانية هي Indestructible من شركة جلو. اللعبة عبارة عن حرب سيارات. حمل أسلحتك على متن سياراتك وقم بتدمير جميع الأعداء. اللعبة ثلاثية الأبعاد ومرحة جدا، فقط قم بتدمير العدو وستحصل على سيارته مجانا. اللعبة محملة بالكثير من الأسلحة، ويمكنك تطوير سيارتك أيضا. كل مرحلة عبارة عن ثلاث جولات، حيث الفائز في جولتين يعد هو الفائز. اللعبة تدعم حتى أربعة لاعبين، حيث يمكنك الاستمتاع باللعب مع أصدقائك. اللعبة متوفرة على الجوجل بلاي والأبل ستور. هذه بعض اللقطات من اللعبة. اللعبة الثالثة هي Asphalt 8 Airborne من شركة Gameloft. أولا، قم الآن بتحميل اللعبة مجانا، حيث أن Gameloft وضعت اللعبة مجانا لفترة محدودة. Asphalt 8 Airborne من ألعاب السيارات الممتعة جدا والواقعية جدا أيضا، حيث تقوم بشراء سيارات مختلفة وتطويرها والمنافسة في البطولات المختلفة. اللعبة بها خاصية المالتي بلاير لتستمتع باللعب مع أصدقائك أونلاين. يوجد أكثر من 180 مرحلة والكثير من السيارات التي ستتمكن من امتلاكها كلما فزت في السباقات والتحديات المختلفة. نترككم مع بعض اللقطات من اللعبة.
بهذه المقتطفات نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا من أفضل ألعاب شهر يناير. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة. لقد قمنا بوضع روابط التحميل في الأسفل لتتمكنوا من تحميل الألعاب والاستمتاع بها. نتمنى إبداء إعجابكم بنا على صفحتنا على الفيسبوك ومتابعة تغريداتنا على تويتر والاشتراك في قناتنا على يوتيوب. شكرا لكم متابعتنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة الشهر القادم.